ما بعد الموت، فإن عليهم أن يؤدوا للآلهة في الحياة الأخرى ما كانوا يؤدونه لملوكهم وحكامهم في الحياة الأولى الدنيا. يعني هنا لازم أكرم الحاكم بتاعي ده أو الملك في الدنيا وفي الآخر، بمعنى إن هو الملك يتمتع بمنزلة مقدسة في الحياة الدنيا، وعشان كده برضه لازم أكرمه حتى بعد ما إيه؟ ما يموت. فعشان كده عامل له هذه المقبرة الفخمة اللائقة وكده. لقد كانت نظرة المصري، ده كلام مش كلامي، ده كلام مين؟ هرمان إيه؟ كيز اللي هو العالم. لقد كانت نظرة المصري إلى الجنة هي نظرة المزارع إلى حد كبير، وكان يرى أن السعداء المباركين هم من يزرعون ويحصدون بمفاهيم ومعايير مقدسة. فحتى في الجنة لا يستطيع المصري أن يعفي نفسه تماما من المشاغل والهموم الدنيوية، يعني الهام وراء إيه؟ وراء، يعني بيفكر حتى وهو في الجنة برضه إيه؟ هيعمل. بل أن هناك من العلماء اللي هو فليندرز بيتري من يرى أن ما كتب عن سخرة أو إكراه الشعب ودموعه وأنينه هراء كبير. بيتري بيقول ده نونسنس، ده هراء. ويستشهد على ذلك بالتنظيم الرائع، أن مش ممكن عمل في ضد الإكراه والسخرة يطلع بالجمال ده وبالدقة دي يعني بهذا الإتقان الهائل. ويستشهد على ذلك بالتنظيم الرائع البادي في العمل، مما يدل على حسن إدارة فائق، وأنه لم تكن هناك صعاب تزجر تعرقل تنفيذ هذا العمل، وهو ما لا ينم عن سخرة أو إكراه. ويضيف أن كل مصري ربما كان يستدعى للقيام بهذا العمل مرتين على مدى حياته، لأن المسألة روتيشن في التناول، أنت عليك الدور. فبيقول المصري بالكثير مرة أو اثنين بالكثير فين في حياته أنه يشارك في بناء النهار، وأن حياته في أثناء هذا التكليف ربما كانت تسير بصورة طيبة على نفس منوال حياته في قريته، إذ لم يكن يفعل شيئا في موطنه إبان موسم الفضاء، وهو في موسم الفضاء فاضي، فبالتالي جاي هنا بيأدي شغله. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان يكتسب خبرات جديدة في البناء والتشييد والعمل الجماعي في نقل الأثقال الضخمة. في هذا المقام يرى أحمد فخري أن التاريخ المصري القديم يخلو من أي دليل يؤيد مزاعم وادعاءات السخرة هذه، كما يؤكد على ازدهار الفن والعمارة واستقرار الاقتصاد في عهد خوفو. ويدين فخري الحكم على الآخرين بمفاهيم تعبر عن فترة زمنية مختلفة وثقافة مختلفة عن الثقافة المصرية، التي ترى أن رعايا الملك من المصريين كانوا يسعدون بالمشاركة في إقامة مباني خالدة لملكهم المؤلف. ويختتم هذا الدفاع بالإشارة إلى وجود آثار من العصر البطلمي، العصر البطلمي عن كده فترة طويلة قوي، تشير إلى وجود كهنة وعبادة لخوفه في العصر الإيه؟ البطلمي. الأمر الذي يجعل من ادعاءات هيرودوت وديودور ضربا من المستحيل. برضو هتكلم في قضية السخرة هذه. نعود الآن بعد التحرر من مزاعم السخرة، سخرة عمال بناء الأهرامات المصرية على أيدي ملوكهم، إلى كيفية قيام هؤلاء العمال بعملهم في تشييد الأهرامات. يتحدث العلماء عن التنظيم الدقيق في توظيف العمال للقيام بمهامهم المختلفة في خلال موسم الفيضان، حين لا يقومون بأي أعمال زراعية لمدة 3 أشهر كما سبق أن ألمح هيرودوت. وكان العمل يقسم فيما يبدو إلى 4 ورديات زي ما قلت لكم، 4 ورديات عمل على مدى الأشهر 3، لتريح كل جماعة منها الجماعة الأخرى بمجموع نحو 400,000 عامل. ويذكر العلماء أن هناك آثار متبقية من قرى وثقنية عمال الأهرام يمكن رؤيتها خلف هرم خفرع، وحتى اكتشفوا مساكن العمال في فترة من يجي حوالي 10-15 سنة، اللي هي العمال مساكن العمال قريبة من هرم خوفو وهرم خفرع. وأنه كان يتم تجميع وتعبئة وتسجيل العمال المطلوبين في مقرات العمل هذه، وكان العمال يقسمون إلى جماعات وطواقم يوظف كل طاقم منها حسب مقتضيات العمل، على الرغم من أن العاملين في مدن الأهرامات كانوا يتمتعون بحماية الامتيازات الملكية من مغبة القيام بأي نوع آخر من الأعمال الإلزامية. يعني اللي بيشتغلوا في بناء الأهرام يعفوا من الأعمال الإلزامية الأخرى، يعني ده امتياز كان يقدم ليهم. وإلا أنهم كانوا مطالبين فقط، خلي بالكم، يعني هو في أثناء فترة بناء الأهرامات
يعفى من اي التزام ايه اخر، لكن بس يؤدي الطقوس والشعائر لمين؟ للالهه. الا انهم كانوا مطالبين بتنفيذ الواجبات الطقسيه الدينيه فضلا عن قيامهم بالانشطه الاقتصاديه في تلك المنطقه المتمتعه بالامتياز اللي هي مدن الاهرامات. وكان المشرفون على هؤلاء العمال يؤدون مهاما اداريه تنظيميه، كما كان هناك بعض من الكهنه باعداد قليله من الكهنه المرتلين ومقيمي الشعائر والطقوس. وهكذا نرى ان الاهرامات الكبرى في الجيزه كانت نتاج جهد هائل وتنظيم دقيق عبقري من عمال ومهندسين ومشرفين مصريين قاموا بعملهم بورع واتقان وليس عن سخره وارغام، كما روج اجانب كتبوا عن هذا الانجاز بعد مضي ما لا يقل عن 2000 عام. دول المؤرخين اليونان. في مؤرخ روماني كبير تناول برضو قصة، انا مش عارف، انا اخشى ان انا كنت طولت عليكم، فلو كده يبقى يعني انا فاضل لي يعني حوالي 10 دقايق تستحملوني. طب انا مش عايز بس ابقى ممل، انا اكره الملل يعني، فاذا كنت مفيش مشكله يعني كده اديت لكم فكره المؤرخين الكلاسيكيين اليونان. لما بقيت في القاعه بس انا ما بحبش اشوف حد بقى الحكايه دي بتروح بقى ايه مخلياني بقى ايه افرمت، اقول بقى احنا وصلنا لمرحله الايه؟ الملل. ما ينفعش. لكن على اي حال اللي هيعمل كده هيدفع غرامه على فكره. ماشي؟ والان نحاول ان نختتم هذا البحث بعرض ذكر اهرامات الجيزه في بعض المصادر الكلاسيكيه من عهد الامبراطوريه الرومانيه. كل دول كانوا قبل الميلاد. هنتكلم على بعض المؤرخين في ايجاز سريع من عصر الامبراطوريه، لان بنتكلم عن المؤرخين الكلاسيكيين عامه، اليونان والايه والرومان، اللي ذكرتهم دلوقتي كلهم ايه؟ يونان. فهتقولوا لسه الرومان بقى هيجوا؟ لا، انا بس ابرزهم واحد اللي هو بليني الايه؟ الاكبر. والان نحاول ان نختتم هذا البحث بعرض ذكر اهرامات الجيزه في بعض المصادر الكلاسيكيه من عهد الامبراطوريه الرومانيه من 27 قبل الميلاد، الامبراطوريه الرومانيه المبكره، الى 284 ميلادي. ان اغلب هذه المصادر باستثناء بليني الاكبر في مؤلفه التاريخ الطبيعي تشير في ايجاز معبر الى قيمه واهميه الاهرامات المصريه كمعلم بارز من معالم العالم القديم، وان تناولها البعض بالتعريض والنقد. ان ابرز هذه المصادر هو بليني الاكبر. وبليني بيبدا القصيده، اول قصيده كفر عام. بيشتم في ايه الاهرامات يعني. مش بيشتم الاهرامات، بيشتم هقول لكم قال ايه بالظبط. ان ابرز هذه المصادر وهو بليني الاكبر يبدا حديثه التفصيلي نسبيا عن الاهرامات بنقد ومهاجمه فكره تشييد الاهرامات من جانب ملوك مصر القدماء، إذ يقول: وفي مصر كذلك الأهرامات التي يجب أن يشار إليها على نحو خاطف أنها تعد استعراضاً أجوف أحمق للثروة. من جانب الملوك تقول الملوك بيستعرضوا لإيه؟ الثروات بتاعتهم، لأنه من الشائع بين عموم الناس أن الدافع وراء تشييدها هو الحيلولة دون إمداد وراثتهم أو منافسيهم المتآمرين بالثروات، يقول عايزين يصرفوا الفلوس عشان الورثة أو المنافسين ما يبقاش عندهم هذه الثروات وشغل شعبهم او رعيتهم. ولكنه رغم ذلك، رغم حتى النقديه دي من هدف بناء الاهرام ده حاجه مش ولا بد، ولكنه رغم ذلك يقر بالصيت الزائع والشهره الهائله التي اطبقت افاق المعموره للاهرامات، مش المعموره بتاعتنا، المعموره الاهرامات الثلاثه من الاسره الرابعه، والتي كان بوسع المسافرين عبر النيل لرؤيتها من اي اتجاه بالقرب من منف، على بعد 4 أميال من النيل و7 أميال ونصف من ايه؟ من منف. كما يعبر بليني عن دهشته وحيرته البالغه من الارتفاعات العظيمه لاهرامات الجيزه، اذ يقول: ان ذروه الامور الجديره بالبحث والتمحيص والتقصي تتمثل في كيفيه الوصول باحجار البناء الى مثل هذه الارتفاعات الشاهقه من الناحيه الحسابيه. ازاي الناس دول يقدروا يوصلوا لهذا المدى الهائل، الارتفاع الهائل لهذه الاحجار الايه؟ ضخمه، كتل الاحجار ضخمه. دي كانت مساله مقرفه جدا. ويورد بليني بعد ذلك قائمه بعدد من الكتاب الكلاسيكيين الذين كتبوا عن تلك الاهرامات. لم يصلنا من هذه القائمه سوى هيرودوت. هو ناس كتير كتبوا، لكن مش كل اللي كتب زمان
وصلنا وإلا كانت المحاضرة تبقى بالليل. فلو وصلنا هو كتابات هيرودوت وديونوروس. ويقول أنهم لم يجمعوا على الملوك الذين ينسب إليهم بناء الأهرامات. وتضم هذه القائمة من أسماء المؤرخين الفلسطينيين هيرودوت هو الوحيد اللي في القائمة دي اللي وصل، ويوهيميروس ودوريس من ساموس وأرستاغوراس وديونيسيوس وأرتيميدوروس وألكسندر بوليهستور وأبتوريداس وأنتسينيس وديمتريوس وديموتيليس وأبيون. كل دي قائمة من الناس المؤرخين الكلاسيكيين اللي تناولوا ذكر الايه؟ الأهرامات. فاحمدوا ربنا ان انتم وصلوكم ايه؟ هيرودوت وديودور وكفر. ويبدو ان بليني قد اخذ بروايات البعض من هؤلاء الكتاب الذين اشار اليهم، لا سيما هيرودوت عند حديثه ووصفه لأهرامات الجيزة حتى بما تحمل من أفكار ومقولات خاطئة سبق أن تعرضنا لها بالتحليل والنقد عليه. فها هو يكرر أن أحجار الهرم الأكبر قد بلمت، يعني الكلام اللي قاله هيرودوت اللي قلته لكم من شوية مش عايز أكرره يعني. ويضيف بعض المعلومات تفصيلا عن أبعاد الأهرامات الثلاثة. ويبدو أن هذا الذكر التفصيلي المتكرر للأهرامات الجيزة عند الكتاب الكلاسيكيين قد أثار حفيظ خدوا بالكم النقطة دي بقى. في كتاب يونان غاروا من الحكاية دي، كتاب رومانسي عصر الإمبراطورية الرومانية. انت ما جبتهمش ليه مع الكتاب الايه؟ اليونان. لكن انا بقول عصر ما قبل الامبراطوريه الرومانيه اللي اتكلمت فيه عن هيرودوت وديودور وسترابون، وعصر الامبراطوريه الرومانيه بما فيه من كتاب رومان ويونان في ظل الامبراطوريه الرومانيه. ففي بعض الكتاب اليونانيين في عصر الامبراطوريه الرومانيه غاروا من ايه؟ من ان الكتاب اليوناني مركزين على الايه؟ على الاهرامات وسايبين الاثار الايه؟ اليونانية، او مش مدينها نفس القدر من الايه الاهتمام. فيعني بيقولوا عليهم زي القرع بقى بيمد البرة يعني. فيعني طب ما في عندكم اثار بلاد. فهنا ويبدو ان هذا الذكر التفصيلي المتكرر لاهرامات الجيزة ضد الكتاب الكلاسيكيين قد اثار حفيظة عند الكتاب الكلاسيكيين قد اثار حفيظة وحنق بعض الكتاب الذين تناولوا اثار وتاريخ اليونان، ومن ابرزهم باوسانياس. باوسانياس ده كتب عن اثار اليونان، ماشي، ديسكريبشن اوف جريس، كتب عن وصف لبلاد اليونان بما تضمه من اثر. فباوسانياس شايف ان هيرودوت وديودور وسترابون بلغوا قوي في الكلام عن الايه؟ عن الاهرامات، ونسيوا الاثار الرائعه من وجهه نظره لمين؟ لبلاد الايه؟ اليونان. ومن ابرزهم باوسانياس الذي كتب وصفا تفصيليا لبلاد اليونان معتمدا على مشاهداته الشخصيه خلال رحلاته. وباوسانياس على فكره كتب حوالي في القرن الثاني الميلادي، حوالي سنة 160 ميلادي، في 10 كتب، إذ يذكر في موضع من كتابه التاسع: يبدو أن الإغريق يميلون إلى النظر إلى المعالم الأجنبية بقدر أكبر من الدهشة والحجب عن نظرتهم إلى معالم بلادهم. فبينما وصف رجال مرموقون من المؤرخين أهرامات المصريين بأدق تفاصيلها، فإنهم لم يشيروا ولو إشارة عابرة إلى كنز منياس وأسوار تيرنس، رغم انها لا تقل روعه. دي نوع من الغيره بقى، يعني ايه عمالين يكتبوا عن الاهرامات وسايبين اثار ايه؟ بلادهم. زامر الحي لا ايه؟ لا يطرب. في مثل بيقول كده ان الزمار بتاع الحي ما ايه؟ لكن لو جاي واحد من بره فهو بيقول كده يعني. ده وجهه نظر يعني. يعني كان اولى انهم يوجهوا اهتمامهم لايه؟ لاثار بلادهم. لكن هذا الامتعاض من جانب البعض من الاهتمام بالاثار المصريه لا سيما الاهرامات على حساب الاثار اليونانيه لم يكن ليمنع او يقلل من اهتمام الكتاب والادباء المعاصرين واللاحقين من اظهار شغفهم واهتمامهم بتلك الايه؟ الاهرامات في اعمالهم الادبيه والتاريخيه. ها هو على سبيل المثال اديب معروف من القرن الثاني الميلادي هو لوكيان السميساطي من القرن الثاني الميلادي، الذي كتب نحو 80 عملا. يكتب في احدى قصصه بعنوان توكسارس ام الصداقه إلى قصة فيلسوف كلبي يوناني يدعى ديمتريوس وصديق له يدعى أنتيفيلوس درس الطب، وقد أبحر الاثنان معا لزيارة مصر. لوكيان يجيب قصة كده عن اثنين زاروا مصر، واحد فيهم فيلسوف والثاني طبيب. وفي هذا السياق يقول لوكيان: ذات مرة حدث أن توجه ديمتريوس إلى مصر لكي يرى الأهرامات. أنا اللي جايبه هنا عشان أوري اهتمامهم بشغفهم برؤية الأهرامات. وتمثال ممنون، في تمثال في الأقصر، تمثالين بيصدروا ايه؟ الصوت ده هو، لكن بعد كده باظوا يعني، لأنه سمع أن الأهرامات على ارتفاعها لا ظل لها. دا
ديمتري سمع عن الاهرامات رغم انها مرتفعه الارتفاع الشاق، ما اعرفش مدى صدق هذه المعلومه، انا كنت عايز اروح عند الاهرام واشوف ليها ظل ولا بلاش. فهو سمع يبدو ان حد كده ايه حب يشتغله يعني، فقال له الاهرامات رغم ارتفاعها الشاق ما لهاش ايه ظل يعني، لانه سمع ان الاهرامات على ارتفاعها لا ظل لها، وان تمثال منهم يصدر صفيرا عند شروق الشمس عليه. ولما كان ديمتريوس تواقا لرؤيه الاهرامات وسماع تمثال منهم فقد ابحر مخصوص صاعدا في النيل الى الجنوب لمده 6 أشهر تاركا وراءه صديقه انتيفيلوس الذي كان يخشى الرحله وقيز الشمس المصري. وفي سياق اخر روايه اخرى بعنوان السفينه ام الاماني يقول في احد المواضع: ولكن يا صديقي الطيب استحلفك باسم ايزيس ان تتذكر ان تحضر لنا ذلك السمك النيلي المملح الشهي اللي هو الملوحي من مصر، وعطرا من كانوب او طائر ايبس من منف، واحد الاهرامات ان كان بوسع السفينه دي ايه حمل دي طبعا دعابه يعني مدى اهتمامهم بالاهرامات حتى في الكتابات دي ايه اللايت يعني الخفيفه. واختتم هذه السلسله من شواهد كتابات المؤرخين الكلاسيكيين عن الاهرامات المصريه بواقعه تاريخيه من بدايه الحكم الروماني لمصر. الرومان لما جم مصر بعد هزيمه كليوباترا وماركوس انطونيوس على يد اوكتافيان اللي هو هيصبح الامبراطور اوغسطس في موقعه اكتيوم 31 قبل الميلاد، رجعوا هما الاثنين وخلاص بعد الهزيمه الساحقه، ففكروا هما الاثنين طب يعملوا ايه؟ قالوا خلينا لما نشوف سياق الامور ماشي ازاي. المهم في الاخر لما ادركوا انه النهايه قد اوشكت وان اوكتافيان قادم لا محاله انتحروا هم الاثنين زي ما عارفين. واتى اوكتافيان الى مصر وبعد ذلك ب3 سنوات حمل لقب الامبراطور اوغسطس مؤسس الامبراطوريه الرومانيه. المهم لما جه شاف ان مصر في اواخر العصر البطلمي كانت حالة من الفوضى والانهيار والثورات ضد حكم البطالمة والكلام ده كله قبل كليوباترا طبعا، فهو حب يوري للمصريين العين الحمراء، وهو كمان كان حاسب المصريين على انهم اتباع او رعايا انطونيوس وايه وكليوباترا، فحب يشد عليهم شدة قوية ويوريهم العين الحمراء ويثبت لهم ان الحكم الروماني ليس كالحكم البطلمي، ليس فيه تلك الميوعه وكده، عايز يثبت لهم انه من البدايه اذبح لهم الايه؟ القطه يعني. فاوعز الى ولاته على مصر واولهم واحد اسمه كورنيليوس جالوس، هقول لكم انا جبت سيرته ليه؟ اوعز اليه انه اي شغب من اي نوع اضرب في المليان. لكورنيليوس مين؟ جالوس. فقمع كورنيليوس بعض الثورات، ثورة في هيرونبوليس اللي هي قرب السويس دلوقتي ومدن الإقليم الطيبي، والإقليم الطيبي اللي هو صعيد مصر من أسيوط لغاية الشلال. الناس دول مشهور عنهم إنهم مقاومة الأجانب والروح الوطنية، وقال له اضرب في المليان خصوصا في بتوع إيه الإقليم الإيه الطيبي. فراح كورنيليوس جالوس ونفذ اللي قال له عليه الإمبراطور أوغسطس بالحرف الواحد، وأوغسطس يعني كان بيحرم زيارة أي حد من أعضاء السنات الكبار أو طبقة الفرسان لمصر إلا بإذن صريح وشخصي منه هو من الإمبراطور، وظلت هذه سنة متبعة. ليه؟ لأنه بيخاف إنه مصر دي ولاية محورية وموقعها استراتيجي، أي حد من القادة الرومان هيطمع فيها هيعمل له إيه؟ قلق وارتباك. فكورنيليوس جالوس لما عمل الحاجات دي أخذه الزهو بنفسه والتفاخر بنفسه، وكتب قصائد عن الانجازات اللي عملها ومش عارف ايه، ومنها وعمل تماثيل لنفسه فيه، وده اثار غيره وحنق وغضب مين؟ الامبراطور غص. ومن ضمن انا جبت سيرته ليه هنا؟ لانه كتب على الاهرامات هذه الانجازات اللي هو عملها باعتبار الاهرامات معلم مهم جدا، زي ما في الحديث زي ما في القديم اي زائر لمصر بيجي يشوفه، فبالتالي وصلت هذه المعلومة إلى الإمبراطور أوغسطس فاستدعاه على الفور، ومجلس السنات أدانه إدانة شديدة، والراجل عارف إن هو لو رجع روما كده ولا كده ميت، فانتحر في الطريق يعني. فهنا أنا جايب سيرته إنه كتب على الأهرامات ملخص للإيه الإنجازات التي إيه قام بها، وده أدى إلى إيه
حلت به لعنة الايه؟ الاهرامات يعني. فدي يعني فاذا ويدلل على ذلك. في بقى بعض روايات سخيفة عن الاهرامات برضو كتبها بعض الكتاب الكلاسيكيين انه بيقول الهرم الثالث اللي بناه مش من كورع، ما جابوش حتى سيرته من كورع، قالوا ده واحدة غانية يونانية كانت تعيش في مدينة نقراطيس، مدينة مصرية قديمة، لكن أول المستعمرات أو اليونانية في مصر في شمال غرب الدلتا في محافظة المنحية. قالوا إن في غانية يونانية، وكان طبعا سكان نقراطيس من الإغريق يعني، في عهد الأسرة السادسة والعشرين الملك أمازيس أو أحمس الثاني في الفترة من 570 إلى 526 قبل الميلاد، كانت هذه المدينة اللي هي نقراطيس مدينة غنية فيها الإغريق كلهم الموجودين في مصر متجمعين فيها، وتجار كبار ورجال أعمال وكلام من ده، وفيها المال كثير، وفيها الغانيات والراقصات وبائعات الهوى كثر. ففيهم واحدة اسمها رودوبيس، قال ده واحد من هيرودوت، بيشير هيرودوت وديودور وسترابون جابوا سيرة الست، وقالوا ان الست دي هي اللي بنت الهرم التالت، هذه الغانية من نقراطيس اللي كانت تتكسب من بيع الهوى ويعني شغل اي كلام. المهم فان هذه السيدة هي التي بنت الايه؟ الهرم الايه؟ السادس. طبعا ده يعني كلام هيرودوت نفسه استنكر الامر وقال فهيرودوت يشير الى الامر بطريقه نقديه متشككه منكره ويفيد ويفند قول من زعموه، اذا قالوا من زبدات الوقت لهذا الامر خطا هذا الزعم. فيقول بعض الاغريق، يقول بعض الاغريق انه قد شهد بواسطه رودوبيس المحصيه، ولكنهم ليسوا على صواب في قوله. اشجار رودوبيس للاسره الرابعه يعني، ده في القرن الاول، اسف في الالف الاول قبل الميلاد 570 الى 526، والاهرام بنيت في فتره غابره من قبل. وبرده حتى الكتاب الاخرين اشاروا الى الحكايه دي ذكر عابر يعني، كما لو كانت يعني فكاهه او طرفه، او ربما بعضهم بس عايز ينكد على المصريين قال هذا القول. وهذا القول لا يختلف كثيرا عن المزاعم التي سمعنا بها من فترة قريبة يعني، والتي تتكرر من حين لآخر، من أن اليهود هم الذين بنوا الأهرامات، لكن طبعا قبل أن تظهر اليهودية بزمن كان بناء الأهرامات يعني تاريخيا لو تتبعناها قبل يعني اليهودية أول أنبياء، أول أنبياء اليهود هو سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هو جاء من نسله أنبياء بني إسرائيل يعني، يؤرخ تقريبا في أوائل الألف الثاني قبل الميلاد، والأهرامات بنيت في الألف الرابع قبل الميلاد، في أواخر الألف الرابع قبل الميلاد، أو في خلال أو في بدايات الألف السادس قبل الميلاد، يعني ما لا يقل عن 1000 سنة على الأقل من سيدنا إبراهيم اللي هو أبو الأنبياء، اللي من سلالته أنبياء بني إسرائيل إسحاق ويعقوب وغيره. فيعني هذه طرفة لا تستحق التعليق يعني، لا حكاية رودوبيس تماما مثل طرفة بني إسرائيل، وأنهم هم اللي بنوا الأهرامات. وأحيانا زعمنا أنيس منصور الأرحوبة لما كان يقول كائنات أتت من الفضاء ومش عارف إيه الكلام ده، لكن هيرودوت هنا أو مش عارف مين فيهم إذا قال إنه من الإحجاز بتاعها والمنطقة فاضية يبدو أنها آلهة أتت بها من الإيه، فيمكن بعض الكتاب لقطوا الحتة دي وشكلوا على شكلتها الخيال، جمح بهم الخيال الى ابعد ما يمكن. الخلاصه ان الاهرامات معلم شامخ من معالم الحضاره المصريه القديمه، ذكرت حوله اراء كثيره في القديم والحديث، لكنها اولا واخيرا تعبر عن مدى عظمه تلك الحضاره المصريه الشامخه، اللي نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يدمها على مصر، وان يعني رغم الظروف الصعبه ان شاء الله مصر تظل شامخه وعظيمه بيكم ان شاء الله. وشكرا جزيلا.
حضرتك والمحاضرة يعني على العكس تمام، ما كانتش مملة خالص، بالعكس المعلومات كانت شيقة جدا وكانت حلوة جدا يعني. شكرا لحضرتك.